نجم الكوميديا العربي الكويتي داود حسين، بقول لحضرتك منور شرم الشيخ ومهرجان المسرح الشبابي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا شكرا، النور نوركم اكيد ونور مشاهدينا الكرام اللي قاعدين يتابعونا الحين. سعيد جدا اني انا اكون في المهرجان هذا، واتمنى ان شاء الله من الله اني انا الله يوفقنا من خلال المهمه اللي اعطونا اياها ان شاء الله. لاول مره بتشارك كعضو لجنه التحكيم في مهرجان مصري، ولا كان في قبل كده مهرجانات شاركت فيها؟ يمكن بلا، شاركت انا من اول، بس مهرجانات، مهرجان بالكويت، مهرجان في عمان، ولكن في مصر اول مره طبعا. اي اول مره اكيد. طيب مهرجان للمسرح الشبابي يمكن لاول مره بنشوف مهرجان من النوعية دي في الوطن العربي كله، فتقول لي رؤيتك للمهرجان والفعاليات اللي حضرتها لغاية دلوقتي. طبعا أكيد المهرجان يحمل اسم الشباب، والشباب أيضا الآن أنا أعتقد أنه بحاجة من الفنانين أيضا اللي سبقوهم الكبار شوية، اللي صار لهم فترة طويلة وصارت لهم خبرة في مجال الفن، أن يمدوا يدهم لهؤلاء الشباب. إحنا يوم من الأيام الفنانين الكبار خذوا بيدنا، ولله الحمد الله وفقنا وقدرنا، فبالتالي هذول نجوم المستقبل، هذول رجال المسرح للمستقبل. يجب الأخذ بإيدهم، يجب تشجيعهم، يجب وضع المهرجانات هذه، يجب. فاللي شايف أنا هذا اللي صاير في هذا المهرجان هو خليط من الثقافات الجميلة المتعددة. أنا عندما أريد أن أقابل أحد المسرحيين في أي دولة، سواء كانت، خلينا نتكلم إحنا بغض النظر عن الدول العربية، مثلا خلينا نتكلم عن المسرح الفرنسي ولا المسرح الإيطالي ولا المسرح الأسباني أو كوريا أو المكسيك اللي مشاركين الآن في المهرجان، هذه الدول إذا أنا أبي أقابل المخرج أو هذا، أنا على ما أبعث له إيميل، على ما أروح له، على ما أخذ له موعد، هذا يحتاج وقت طويل. ولكن إدارة المهرجان مشكورة، وأيضا أنا أخص بالشكر أخوي مازن الغرباوي، أنهم جمعونا كلنا تحت سقف واحد، فبالتالي أصبح من السهل جدا لأي فنان شاب أن يتعرف على قامات كبيرة في المسرح، سواء كان العربي أو العالمي. هؤلاء الناس اللي احنا ما نقدر نوصل لهم إلا عن خلال النت أصبحوا أمامنا، أصبحوا يقدمون عروضهم، أصبحنا احنا نشوفهم ونشوف المسرح. احنا لما نسافر أي دولة نتجه إلى المسارح لكي نشاهد المسرحيات، ولكن هذا المهرجان جعل هذه المسرحيات كلها على مسرح واحد، فبالتالي هذا شيء جميل وشيء رائع، واشكر المهرجان عليه. اكيد. يمكن كنت لسه بتكلم مع حضرتك قبل التسجيل عن الاعمال والعروض الكوميديه، لغايه دلوقتي معظم العروض تراجيدي. انا عارف ان حضرتك طبعا بتميل اكتر للكوميديا، هل كنت بتدور كده على اعمال كوميديه برضو تطفي البسمه على شفاه الجمهور هنا في شرم الشيخ؟ طبعا اكيد احنا ما ندري للحين الجدول ماشي والمسرحيات ماشيه، اكيد في الايام الجايه راح تكون في مسرحيات، بس انا اتوقع انه راح يكون في اعمال كوميديه، حتى لو ما كانت كوميديه 100% راح تكون شويه مثل نوع الحامض حلو، يعني مره تلقى فيها كوميديا ومره تلقى فيها جد. كان العرض التونسي فيه لمحات كوميدي برغم من انه تراجيدي جدا، يعني كان فيها كوميديا، وكان فيها كوميديا سوداء، كانوا الفنانين متميزين. وانا اتوقع انه في عروض قادمه ان شاء الله، يمكن واحده من العروض انا شايفها من اول اللي هو العرض العماني اللي هو يعني راح يعرض اليوم ان شاء الله. هذا العرض انا اتوقع انه راح يكون كوميدي وراح يسعد المشاهدين، راح يشوفون مسرح جميل يعني. ان شاء الله. ليه الكوميديا حبيتها اكثر يا استاذ داود؟ لانها اصعب، الكوميديا اصعب من التراجيديا، الكوميديا تحتاج الى اشياء كثير، لها مقومات كثيره، لها مقومات دقيقه جدا، كانك انت قاعد تمشي في حقل الالغام، فبالتالي انت لازم الجمله تعرف متى تقولها، متى ترتبها، متى تنقال الجمله، اذا انقالت في بعد ثانيه زياده، اذا انت اعطيتها ثانيه زياده صبر راح يكون وقعها اقل من انها هي تكون قبل الثانيه، فبالتالي تحتاج الى توقيت مناسب، تحتاج الى طريقه مناسبه، تحتاج الى 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 روح مناسبه، تحتاج الى سرعه بديهه، كثير من المقومات. صحيح. يمكن اليوتيوب ووسائل الاتصال الاجتماعي يعني كانت سبب في اكتشاف كتير من المواهب الكوميديه، بنشوف الشباب بيعملوا فيديوهات كوميدي وبيرفعوها على اليوتيوب بيشاهدها الملايين، راي حضرتك في ده ايه؟ والله شوف، في فنانين، في ناس باليوتيوب ممكن ينفعون انهم يصيرون فنانين، ولكن قله الاغلبيه، يعني انت تلقاهم اللي في اليوتيوب عندما تضع امامه كاميرا بروفيشنال او عندما تضعها في لوكيشن ما يعرف يتكلم، يعني مع الاسف، ولكن يتكلم هو يكون ماخذ ثقه بالنفس اكثر عندما يكون هو وتليفونه وجهازه لوحده ويتكلم ويقول وكل شيء، وممكن يتكلم اشياء احنا ما نقدر نقولها في التلفزيون او شيء من هالنوع.
ولكن هذا لا هذا هذا ليس يعني معناه ان في ايضا ناس متمكنين وعارفين نفسهم وبالتالي قدموا اشياء كثيره ونجحوا فيها. ودليل مثلا احد الادله انا من الاخوان اللي انا اعرفهم اخوي حمد قلم اللي بالكويت عنده برنامج ناجح على مستوى الكويت والخليج الله الحمد. يمكن البرامج الكوميديه برضو عوضت غياب المسرح الكوميدي في الدول العربيه بشكل عام، يعني شايف ده برضو ازاي؟ وخاصه ان في بعض البرامج بتعتمد على اكتشاف المواهب من خلال المسابقات، فشايف ده ازاي؟ والله شوف انا قاعد اقول لك هو مهما تبحث اذا البحث على الموهوب عاده الموهوب ينعرف، ولكن انك انت تبحث يعني انا مثلا ساعات تصير عندنا مثلا يوني وناس يجيك واحد يقول لي داود شخبارك، اقول له زين، يقول لي الله يخليك تكفى ولدي بالبيت بلا شغله ولا عمله، ليش ما تاخذه معك يمثل؟ فطبعا هذا الشيء مستحيل، لان هي الشغله مو تعالوا اشتغلوا تعالوا قول وتعال اخذ دور وحاول تمثل، لا لا لا، هي المساله ان الواحد يكون تالنت، الواحد يكون موهوب حقيقي يحب شغله، لا يبحث عن الشهره، بل الشهره هي التي تبحث عنه بعد ما هو يكثف من شغله ويكون صادق في عمله وامين على ما يقدم. اكيد يمكن هوليود الشرق زي ما بنقول مصر حلم كل فنان عربي انه يقدم اعمال فنيه فيها لانها بتحقق نجاح كبير على مستوى الوطن العربي كله. ليه ده مش حلم حضرتك؟ حلمي طبعا انا حلمي، والدليل ان انا شاركت في الكثير من الافلام، الثلاث اربع افلام تقريبا كثير ولا حاجه يعني ثلاث اربع افلام. انا بالنسبه لي كممثل كفنان خليجي بالنسبه لي كويس يعني وايضا للامام ان شاء الله الايام الجايه اكيد اذا عرض علي لن اتردد في لحظه، لانه في النهايه الفيلم المصري لا يطلق عليه اسم فيلم مصري، يطلق عليه فيلم عربي، فبالتالي يعني مصر هي هوليود العرب، فاي فنان من أي مكان بالوطن العربي يريد الشهرة ويريد الانتشار يأتي إلى مصر، أي فنان خليجي في مصر يشتهر، أي فنان مصري يذهب إلى هوليود أيضا يشتهر، فبالتالي هي تقسيمة ربانية أن هوليود على مستوى العالم، مصر على مستوى الوطن العربي، الكويت على مستوى الخليج. وفي ناس ما يعجبهم الكلام بس هذا رايي وانا اعتز. نقول العراق ايضا. العراق انا قاعد اقول لك على الخليج، العراق على العين والراس، العراق لهم لونهم، لهم فنهم، لهم تاريخهم، وتاريخ السينما العراقيه بلا بدون 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 ما انا اصغر، بالعكس انا اعتز، وعندي اصدقاء كثير من الفنانين العراقيين واتابع الافلام العراقيه واشوفها، ومن اكثر اصدقائي فنانين عراقيين، يعني انا اشتغلت مع الاستاذه المرحومه امل طاهه واعتز بشغلي معها، اشتغلت مع اخوي محمد حسين عبد الرحيم، الاستاذ مقداد عبد الرضا، ومن ذيك الايام الله يرحمه كان راسم الجميلي، وكان الاستاذ قاسم محمد الله يرحمه، والاستاذ يوسف العاني، هؤلاء القامات الكبار هذول كلهم انا ملتقي فيهم. لا انا بس قاعد اقول لك على مستوى الخليج، دول الخليج الخمسه يعني هذا اللي انا قاعد اتكلم عنهم، يعني عرفت شلون؟ ولكن اتمنى طبعا، وعندي بعد ايضا صداقات كثيره، عندي محمود بالعباس ايضا رفيجي، كثيرين من الفنانين التقي فيهم اقعد معاهم، لاعبين الكره كم واحد، هنا شعب عربي واحد، فيش فرق بين كويتي وعراقي ومصري ابدا. انا مع الانسانيه في كل مكان، تبقى اذا تريد ان تكون انسان، انت اذا صرت انسان انت تصير كل شيء، تصير كل شيء، هو الانسانيه فقط، الانسانيه هي مفتاح لكل السعاده في الحياه. يعني أكتر عمل قريب من شخصيتك قدمته كان إيه؟ كان باي باي لندن بالنسبة لي بداياتي، وبعدين انتخبوا معلي أيضا حبيته، ويعني بعض الأعمال. شخصيتك يعني إلى حد كبير تشبه الشخصيات اللي قدمتها في العملين دول؟ لا طبعا لا أكيد، يعني أنا أحاول احتراما للمؤلف أن أنا أمشي على الخط اللي هو كاتبه، يعني فبالتالي اكيد لا لازم تطلع من شخصيتك وترجمها. لكن سؤالي الشخصيه اللي قريبه من شخصيتك الحقيقيه قدمتها في عمل فني. والله الحين ما اقدر اقول لك، لان الحين انا وين قاعد اتذكر على ما اتذكر هذه لفتره طويله، انت الحين سالتني سؤال كانك اعطيتني فهرس هالكبرى قاعد ادور عليه علشان ادور لك، ماني عارف يعني في اعمال كثيره طبعا اكيد، بس ما تحضرني الحين لو تعذرني على السؤال. طيب جديدك الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ والله شوف جديدي انا لما ارجع ان شاء الله
موعود ان شاء الله اني انا ادخل فيلم سينما. لغايه الان التفاصيل ما عندي، بس قالوا لي تعال انا في فيلم سينما راح اسوي ان شاء الله، بس اروح ويصير عندي شيء وعرفته على طول انتم يا قناه الشرقيه اول ناس تعرفونه ان شاء الله. ان شاء الله ده في الكويت باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا انا بشكر النجم الكبير داود حسين، اهلا بيك في مصر، وكلمه بقى لكل جمهورك اللي بيحبك ويعشق فنك الراقي في العراق وفي كل الدول العربيه من خلال شاشه الشرقيه تقول لهم. انا احب اقول لجمهوري الحبيب في قناه الشرقيه وجمهوري العراقي الحبيب اللي دائما يغمرني بمحبته، يغمرني بطيبته، ودائما يعني اجد منهم كل رسائل المحبه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، اقول لهم اني انا يعني اعتز بهذه المحبه، واتمنى ان شاء الله يوم من الايام اني انا اكون موجود ان شاء الله واقف على مسارح بغداد باذن الله. ان شاء الله قريب جدا يكون في عمل فني مشترك بيجمع حضرتك وفنانين من العراق ومن مصر ومن كل الدول العربيه، يمثل وحده فنيه واتحاد فني بين كل الدول العربيه. انا بس اذا كانت كلمه اخيره اقولها للجمهور العراقي اللي قاعد يتابعني الان، احبكم احبكم احبكم.